ده اللي ممكن نغيره في مصر، ان هو يبقى فيه الشعب المصري ما ينتظرش زعيم، ما ينتظرش زعيم عشان يصلح اموره. يعني هو دلوقتي الحالة اللي في مصر دلوقتي الامل الوحيد اللي عند الناس كلها ان يجي قائد او زعيم يصلح الدنيا كلها اللي موجودة دي، ويصلح شخص واحد يصلح كل الخطايا السنين دي كلها والقرون اللي فاتت دي كلها. وده ممكن يحصل، بس بمجرد ما هيموت الزعيم دوت هترجع ريما لعادتها، هيجي واحد تاني فاسد وترجع ريما لعادتها القديمة، يبقى ما عملناش حاجة. فالاحسن ان احنا يبقى عندنا شخصية وعندنا نظام لا يفسد الدولة بفساد الحاكم، ويستمر الشعب في مسيرته ايا كان الحاكم. ولو جه حاكم فاسد الشعب هو اللي يقدر يغيره بطرق ديمقراطية سلمية، مش بثورة ولا بانقلاب عسكري، دي ردة للخلف الثورة والانقلاب العسكري. انما يبقى في سيستم او نظام ديمقراطي بحيث ان الكلمة تبقى في ايد الشعب. واعظم رئيس هيجي لمصر هو الرئيس اللي يقدر يعمل نظام لمصر، سيستم لمصر يمشي عليه الشعب المصري والدولة المصرية من بعد